موهبة مصمم الأزياء اللبناني إلي صعب بدأت منذ طفولته، وتحديداً من سن الثامنة، حيث كان يقوم بقص الستائر وقماش الموائد ليصنع فساتين لشقيقاته. وفي عام 1997 قدم إلي صعب أول مجموعة خاصة به خارج لبنان، وذلك في إيطاليا، وكان حينها أول مصمم أزياء عربي يعرض تصاميمه في أسبوع الموضة بروما. إطلالة النجمة هيلي بيري خلال تسلمها جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن فيلم مونستر بول عام 2002 كان نقطة فارقة في مسيرة المصمم اللبناني، حين تألقت هيلي بفستان فاخر باللون الأحمر المخملي مع طبعات الورود على الصدر. وبعدها أصبح إلي صعب المصمم الأساسي لأبرز النجمات العالميات في هوليوود، واستطاعت فساتين إلي صعب جذب أنظار الملكات والأميرات، وأبرزهن الملكة رانيا التي تألقت خلال حفل تتويجها ملكة للأردن بفستان من اللون البيج المرصع بحبات من الكريستال. وكذلك تألقت الدوقة كيت ميدلتون خلال حفل رويال سكوت عام 2019 بفستان أزرق ساحر من توقيع إلي صعب، ليصبح إلي صعب رقماً صعباً في عالم الموضة والأزياء.